السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والفيديو ده هنعرف مع بعض طريقة استعادة الرسائل المحذوفة من على الواتساب. أظن أنت شفت لي فيديوهات كتيرة قوي واتفرجت على فيديوهات كتيرة قوي، وطبعا الفيديوهات دي قديمة، لكن دلوقتي أنا بنزل أحدث الإصدارات للواتساب وكمان أحدث الشرح للواتساب علشان تقدر تسترجع الرسائل المحذوفة حتى لو مر عليها سنين. فأنت بالفيديو ده هتتعلم بكل بساطة جدا إزاي تقدر تسترجع المحادثات الواتساب المحذوفة. يلا بينا نبدأ الفيديو، لكن ما تنساش تدعمني بلايك وسبسكرايب للقناة ويلا بينا. انت في الفيديو ده بس محتاج 3 تطبيقات: تطبيق الواتساب، تطبيق الضبط، وكمان متجر بلاي. زي ما انت شايف كده بروح عندي على تطبيق الواتساب، بقول له هنا الغاء تثبيت، وما بقولوش حتى كمان احتفاظ بنسخة بيانات التطبيق، اعمل الغاء تثبيت على طول. ده في حالة لو انت مسحت المحادثات بالفعل، ما تعملش الطريقة دي والمحادثات موجودة عندك في الواتساب ومهمة. يعني لو هي مهمة اعمل احتفاظ بالرسائل، خلي بالك من النقطة دي. وبعد كده انت بتروح عندك على متجر جوجل بلاي، وبعد كده بتنزل تطبيق الواتساب، بتروح عندك على تطبيقات، بتدور على الواتساب، بتعمل له تنزيل. هعمل تنزيل للتطبيق وهرجع لكم من جديد. خلاص كده انت نزلت الواتساب من جديد، بتروح عندك على الضبط، تمام؟ نرجع على ضبط الاعدادات، وبعد كده بتدور على حاجة اسمها الحسابات في الهاتف. دور عندك على اي حاجة اسمها الحسابات والنسخ الاحتياطي زي ما انت شايف كده. اضغط عليها وقول هنا إدارة الحسابات أو الوحدة هنا، وبعد كده بتروح عندك على كل الحسابات جوجل بتاعتك وتمسحها، لكن شرط يكون انت عارف الباسورد بتاعها علشان هتسترجعها من جديد أو تضيفها عندك في الهاتف من جديد. على سبيل المثال لما اجي اروح عندي على الحساب ده وبقول له هنا إزالة الحساب، وبعد كده إزالة، وخلاص انا كده شلت حساب جوجل أو شلت حساب الجيميل بتاعي من على التليفون، أصبح التليفون بدون أي حساب خالص. فكل عليك بقى بتروح عندك على الواتساب من جديد، وبعد كده بتروح هنا تكتب التليفون بتاعك، طبعا استنى الواتساب، قول له هنا اللغه العربيه، وبعد كده موافقه والمتابعه، تمام، وبعد كده سماح بقى الاشعارات، وتعمل سماح بقى للهاتف وان هو يقدر يتواصل معك وتتواصل مع غيرك وكمان يربط مع الصور وكل الكلام ده. بعد كده بتكتب رقم تليفونك، وبعد كده بيوصل لك رساله تاكيد، ودي حاجه كلنا احنا عارفينها. بعد ما يجي يوصلك رساله التاكيد هيقول لك هنا اخر نسخه احتياطيه يوم كذا والساعه كذا، وكمان حجم النسخه الاحتياطيه بيكتبها لك كمان. يعني حجم النسخه الاحتياطيه عندي جيجا ونص من الرسائل والمحادثات والصور والوسائط والفيديوهات وكل حاجه موجوده في الرسائل نفسها. فانا كل عليا بعمل حاجه اسمها استعاده النسخ الاحتياطي، وبستنى الفتره دي كلها لحد ما يتم تنزيل الرسائل بالوسائط بكل حاجه. وبعد كده ما انتظرت فتره يعني حوالي ربع ساعه كده، الرسائل رجعت لي كلها بالكامل على الواتساب، تقدر دلوقتي تستخدمها زي ما انت شايف كده. كل الرسائل بقى بالارقام اللي كانت غريبه اللي انا كنت بكلمهم بكل حاجه ظهرت معايا دلوقتي في التليفون او كمان على الواتساب. ودي يعتبر واحدة من أحدث الإصدارات في الواتساب، طبعا أنا محدث إصدار الواتساب، واحدة من أحدث الشروحات على استرجاع رسائل الواتساب المحذوفة أو استرجاع محادثات الواتساب المحذوفة. كده الشرح انتهى، أتمنى يكون الشرح عجبك. ما تنساش تدعمني بلايك وسبسكرايب، ولو احتجت حاجة اتواصل معي في التعليقات وأنا هرد عليك إن شاء الله. ودمتم بخير، مع السلامة.